تجربة الغوص هذه يقوم بها رواد الفضاء لمحاكاة تجربة انعدام الوزن خارج الغلاف الجوي. التدريبات تتم هنا في مقر نازا في هيوستن. رائد الفضاء الفرنسي توماس بيسكي من وكالة الفضاء الأوروبية هو أحد المشاركين في التجربة. إنه أمر صعب من الناحية الجسدية، وهو الجزء الأصعب في التدريب، لكنه واقعي للغاية، لأنه عندما تقضي 6 ساعات في المسبح في مرحلة ما، تشعر حقاً أنك في محطة الفضاء الدولية، تنظر حولك في كل الاتجاهات وتكون محاطاً بالهياكل، وتشعر أنك في متاهة بتقنية الأبعاد الثلاثية. بيسكي تدرب لمدة 7 سنوات، ليكون على أتم الاستعداد لمهامته العلمية المقبلة على متن محطة الفضاء الدولية التي ستدوم 6 أشهر، وهو يخضع لتدريب جنب إلى جنب مع رائد الفضاء الإيطالي المحنك باولو نيسبولي. لقد وصلت إلى نهاية مسيرتي، سأقوم برحلة الأخيرة، لذلك عدت لتدريبات وقمت أيضا بتقاسم تجربتي مع الآخرين والتي اكتسبتها على مر السنين. المهمات المرتقبة ستكون المهمة 9 والـ10 طويلتي المدى على متن محطة الفضاء الدولية. ميزة هذه المحطة هي قدرتها على جمع أشخاص من بلدان وثقافات مختلفة لعيش تجربة استثنائية في الفضاء.